أهلا وسهلا بكم وإلى موضوعنا التالي. دشنت وزارتي التعليم والصحة مشروع الربط الإلكتروني الذي يهدف إلى تبادل البيانات والمعلومات الصحية للطلاب والطالبات، وذلك ضمن إطار مشروع التكامل الذي تسعى لتحقيقه الوزارتين، ويشمل 14 محوراً، منها التعامل مع الحالات الطبية الطارئة والصحة النفسية للطلاب والرقابة على التغذية في المدارس والملف الصحي للطلاب في نظام نور. وسيتيح المشروع لوزارة الصحة تقديم خدماتها الصحية وبرامجها المعززة للصحة المدرسية في متناول الطلاب والطالبات بعد إتاحة كل بيانات الطالب الصحية والاجتماعية منذ السنوات الأولى لالتحاقه بالمدرسة عبر نظام نور، وما ينتج عنه من برامج فحص استكشافي تستهدف استقصاء التاريخ المرضي لكل حال، وإقرار برامج فحص اللياقة البدنية للطلبة المستجدين، سعياً من الوزارتين للكشف عن الحالات في مراحل أولية ومشاركة الأسر التغلب عليها منذ وقت مبكر. أستاذ محمد، طبعاً أنت أكثر واحد أكثرنا علاقة هي اللي موجودين على الطاولة بموضوع الصحة باعتبارك رئيس مركز الأمصال، وعلاقتك أيضاً القديمة والمستمرة بهذه المواضيع. كيف شايف هذه الخطوة، خطوة الترابط بين الصحة وما يهم يعني صحة الطلاب في وزارة التعليم؟ ما هي الفوائد المرجوة من هذه الخطوة؟ والله شوف يا أستاذ إدريس والإخوان ما ودي أكون متشائم يعني ولا أن أبدو متشائم دائما، لكن الحقيقة أنا أرى أن احنا يعني كثرنا من صارت موضة يعني حكاية توقيع مذكرات تفاهم وشراكة وتكامل بين الوزارات، وكأنها أصلا هي شركات معناها يجمعها مجلس وزراء يعني ما هي. وللأسف يعني أكثرها طلعت ببيانات وكلمات إنشائية بحتة ما فيها مستمسك. يعني الآن تكلم عن 14 محور، أي هل 14 من بيطبقها؟ كيف سيتم تطبيقها؟ وش الكوادر اللي بتطبقها؟ وش الأجهزة اللي حددت لها؟ كيف من سيبدأ؟ طيب يمكن هذه جاية فيما بعد. يعني أنا متأكد إن في دراسة تمت يمكن بمشاركة الوزيرين، وزيري الصحة والتربية والتعليم، على أن تنفذ مثلا تباعا ولا شوف لا؟ شوف أستاذ دريس، أنا ابن الدوائر الحكومية من أكثر من 35 سنة. هل احتفاليات تنتهي بكلمة الوزير الفلاني وكلمة الوزير الفلاني ويتخرج ولا يتبعها عمل حقيقي لهل مذكرات التفاهم هذه أو ما يسمونه بالشراكة؟ بدليل أنه أصلا يفترض قبل ما تعلنها أنه يكون فيه أسس واضحة من سيقوم بهذه المحاور، ما هو دور وزارة التعليم وما هو دور وزارة الصحة، كيف سيتم التنفيذ، آلية التنفيذ، وش الكوادر اللي محددة، كم عددها، وش الأجهزة اللي بتستخدم؟ هذه مين موجودة يا أستاذ إدريس؟ يعني تنتهي الكلمات بأنه كل جهة والله كلمة وزيرنا كانت أحسن من كلمة وزيركم، واحد يقول لا والله وزيركم طول وتروح. خلينا نكون واقعيين، يعني وزارة الدفاع المدني عجز أنه يقنع وزير التعليم أنه فيما يتعلق بدخول الماء للرئة فإن رئة المعلمة ورئة الطالبة واحد، إذا غرقت بيموتون كله. خلل يعني أصر على أنه استمرار تعليق الدراسة للطالبات والطلاب وعدم تعليقها للمعلمات والمعلمين، ما أحد قدر يقنعه أنه يا أخي لا جدوى من حضور المعلمة والمعلم في كارثة كونية حاصلة وغرق، ما قدر الدفاع المدني يقنعه. تبي وزير الصحة يقنعه انه الاستاذ المعلم يخرج عشان صحة الفم ويروح يزير وحدة صحية ولا لعلاج اسنانه ولا ما في شيء من هالقبيل حاصل الان. يعني هل الاشياء هذه صارت موضة يعني دارجة بين الوزارات؟ طيب بس كل وزير يبغى يسوي تكامل مع الوزير الثاني. يا اخي عندكم مجلس وزراء تناقشوا فيه اللي تبون واطلعوا نتيجة محددة وعملية. حنا في عصر عملي، اطلع بعملية متكاملة وقل لي وش الأجهزة اللي بتستخدم وكم سيستغرق الوقت ومن سيقوم بها وإلى ذلك.
طيب انا ان شاء الله اتوقع انه الاخ محمد الحيد بمحبط، ارجو انه من الوزيرين الدكتور توفيق الربيعه والدكتور احمد العيسى انه يعني يحرجونه ويصير فيه ان شاء الله خطه عمليه. انا متاكد انها موجوده وستقنعنا. انت ايش تعليقك على هذا المشروع وخطوه الترابط اللي هو بعيدا عن ما سيحدث من توقعات للتنفيذ؟ هي انا اعتقد انها من ضمن اهداف الرؤيه اللي هي الوقايه ورفع سن او متوسط عمر الناس يعني في المجتمع. أي. تبدا من امور ومبادرات كثيره، من ضمنها طبعا الجيل النشئ الذي يمثل تقريبا نصف المجتمع، يعني هم تحت سن 20 سنه، فلا بد من النظر الى صحتهم ومعرفه تفاصيل اكثر عن واقعهم، لانك لا يمكن ان تتخذ قرارات حتى في مجال التغذية ومجال نوعية الغذاء الذي يعني يستهلك بكثافة في البلد، أو حتى الأمراض التي تصيب الأطفال من صغر وتكبر معهم بدون أن تكون لديك قاعدة بيانات ومعلومات. فهي تمثل هذه خطوة في الوصول إلى بيانات ومعلومات بشكل أساسي، وذلك أنا أعتقد هي تندرج تحت أهداف الرؤية، لكن طبعا تنفيذها وإلى آخره هذه مسألة أخرى. يعني إيش تعليقك أنت هالمرة؟ هل تعارض محمد الحيدب؟ نعم، لا أنا أخذ من كل من الزملاء. أي. أي. يعني أنا باختصار أعتقد أنه شيء مثالي ولكنه مربوط بالتطبيق. إيش اللي شيء أول مثالي؟ أول مرة أشوف. لا الحين يعني أنت تتفق مع جلد الذات محمد الحيد جلد الذات؟ لا أنا ماني بقول جلد الذات. أنا أتكلم عن المدارس عموما ووضع المدارس العامة وتكدس الطلاب وكذا وكذا والموجود الواقع يعني. ثم تجي تقول أنك والله تبي تهتم بالصحة النفسية للطالب، تبي ترسل لأحد يعالجه، تبي يعني، وأنك أنا أعتقد أنه تبادل المعلومات إلى الحد هذا شيء جيد وممكن. يعني أنت إذا أردت، ولكن وشلون تبي تنفذ لما يجي الجزء حق التنفيذ؟ لانه دائما يقال للشيطان في التفاصيل. انا مع الاخ محمد. اما فيما يتعلق بال 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 بالمشروع ككل، انا اتمنى ان يكون في شيء يزمن بعد، يعني ما في يمنع. ممتاز، انت ايش تعليقك؟ انا متفائل. اي نعم، وسر تفاؤلي لان هناك مجلس اقتصادي وتنموي. اي نحن تم اعاده خارطه عمل الحكومه من خلال المجلس وأصبح هناك فاعلية لمسنا منذ تأسيس هذا المجلس. إيه؟ فضلا عن ذلك لدينا نحن وزير ما عهدنا عليه إلا النجاحات اللي هو الدكتور توفيق الربيع. يعني ممكن. توفيق أنا أثق بما يطلقه من مبادرات، وبالتالي لن لديه نجاحات سابقة، وبالتالي من لديه نجاحات سابقة قادر على تكرار تلك النجاحات مرة أخرى والاستمرار فيها. ثم أيضا وعوده، ترى حذف الوعود. بالتالي الذي لفت نظري حقيقة في هذه الاتفاقية أنها حولت لأول مرة المدرسة من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة رعاية، مؤسسة اجتماعية. مؤسسة اجتماعية. كنا دائما نحن تعرفون التعليم خاضع لمثلث العقل والروح والجسد، صح؟ الإنسان. فلطالما اهتممنا بالروح على حساب العقل، عن فضل عن إهمال الجسد أصلا. إهمال الجسد أصلا ليس له ذكر. فعودة الجسد من جديد الآن، ورعاية الجسد من جديد، وإنصاف العقل أيضا في إطار التعليم. وبعد غياب التربية، تتذكر قلت وزارة التربية التعليم. وزارة التعليم للأسف نحن أبعدنا التربية منذ زمن، يعني فخسرنا التربية وخسرنا الجسد. هذه المبادرة. ثم أيضا لفت نظر موضوع الصحة النفسية اللي أصلا نحن نعاني عجز كبير موضوع الصحة النفسية يبدو. طيب ليش ما عالجناها؟ هذا ترى أنا ماني ضد الدكتور توفيق الربيع. أي لا لا، يعني إدمان الطلاب الآن، الإدمان لم يعالج عندنا. صحة نفسية هذا أمور اجتماعية. طيب هذا جزء منها. لا، ونتائجها نفسية، نتائج حوادث المعلمات نفسية. يعني المعلمات اللي ماتوا ذولي ما أرثوا ناس مرضى نفسيين؟ من عالجهم؟ من اهتم فيهم؟ إلى الآن حنا عندنا قصور. شوف الرؤية شاملة وجيدة، وكل اللي يتعلق بأنه دائما يرمي على الرؤية، الرؤية تريد من ينفذها. إذا فيه من ينفذ هذه الرؤية أهلا وسهلا، إذا ما هو قادر على تنفيذ الرؤية يا أخي يتنحوا أحد غيره ينفذها. بس أنت اتهمت، أنت اتهمت مبكرا المشروع بالفشل قبل أن يبدأ منذ الإعلان. قياسا بمشاريع أخرى يا دكتور. لا والله أنا متفائل. قياسا بأشياء سابقة أخرى قيلت عن اتفاقيات
وشراكة ولا شفنا منها أي شيء. ليس في هذا العهد. لا حتى الآن وين ضمان الصحي للمعلمين اللي تكلموا عنه؟ يعني وعد الوزير أنه خلال 4-5 سنوات سوف تغطى المملكة. يقولوا جاي في الطريق. تفاءلوا بالخير إن شاء الله. إن شاء الله. بس أنا قصدي أيوة أنا عندي للأسف الوقت انتهى وبس فباقي أنه أشكر الأستاذ محمد الحيدو، دكتور محمد العبد اللطيف، دكتور يوسف الحزيم، دكتور محمد العنقري، ونراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في أمان الله.